جاهزون لقفزة أخرى اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة؟ ضروري. أعتقد أن كل ما قمنا به كان أساس، كان لبنة الأولى لجعل الاقتصاد تاعنا اقتصاد تاع دولة ناشئة، دولة ان بي ايمرجون بأتم المعنى. وأنا التزمت إن شاء الله نوصلوا لها، أن في سنة آخر 27 أقصاها آخر 27 يكون الدخل القومي تاعنا ارتفع إلى 400 مليار دولار سنويا، يعني جعلنا من في نفس المستوى مثل بعض الدول الأوروبية تاع الجنوب وإلا ربما ما أحسن. هذه هي المقاييس اللي نمشي عليها برقابة، بيصير برقابة نتاع صندوق البنك النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الإفريقي والملاحظات نتاع الاقتصاديين تاعنا كذلك اللي عندهم رأي في الموضوع. الحمد لله خرجنا من عنق الزجاجة.